إذا كان التحدي ضدي فأنا سجى طنطور أعشق التحدي. من حق غيري أن يحصل على وظيفة في ظل مجتمع يعاني من قلة فرص العمل، كيف ولا ومن تزايد عدد الخريجين بعد حلم أودى بهم في نهاية المطاف إلى قمة القاع. ومن حق غيري أن يتنفس الحرية في القدس الشريف البعيدة عن أنظاره والقريبة بين ذراعيه. ومن حقي أن أبدي صوتي في الانتخابات في ظل مجتمع يطمس حرية المرأة. ومن حقي أن أجعل من الحواجز بين الحدود معابر بلا أبواب. ومن حقي غيري أن يحصل على النور الذي لطالما طمسه الاحتلال في كل وجه فلسطيني. ومن حقي أن أكون فلسطينية أعيش بحرية وسلام. ومن حقي أن أكون أنا إنسان. وشكراً.